الفيلم ديالنا كيبدا مع كيلي وصوفي اللي وجدوا راسهم باش يمشيو لواحد المخيم في الغابه اللي كان فيه واحد الجبل باش يتسلقوه، وكراو واحد الكوخ اللي كان قريب من داك الجبل باش يتمتعوا بالوقت ديالهم مزيان، حينت كيلي باقي مقلقه على الحبيب ديالها اللي يلاه مات، واليوم الذكرى ديالو اللي مات فيها. واحد شويه هما يوصلوا واحد ربعه ديال الشبان لديك البلاصه، وخداو حتى هما واحد الكوخ حدا دوك البنات، ودق عليهم واحد منهم اللي سميتو جوش وعرض عليهم باش يسهروا معاهم، ولكن ما بغاوش حيت قالت ليها كيلي ما يمكنش لينا نسهروا مع شباب ما كنعرفوهمش وهنا في الغابه. ولكن صوفي باين عليها بلي باغا تتعرف على جوش، وبدات كتقنع في كيلي باش يسهروا معاهم، وبقات معها شحال عاد وافقت. وقالت ليها كيلي بواحد الشرط، ما يكونش تما لا قارو لا شراب، وفي الاول ديال السهره دوزوا واحد الوقت اللي كان زوين بزاف الضحك والنشاط، ولكن من بعد كيلي ناضت وخلاتهم حيت شافتهم غيبداو القارو والشراب، ورجعت للكوخ. اما صوفيا عجبها الحال تما، بقات كتكمي معاهم وكتشرب معاهم الشراب حتى ولات سكرانه، وملي قرب ليها جوش خلاته باش يبوسها، وملي مشات للحمام صحابو داروا فيه قالوا لي عطيت اتساع للسيده راه هي سكرانه، وهذا الشيء كيتعتبر خيانه الخطيب سو ايمي، ولكن هو ما داش في الهضره ديال صحابو. وحينت جوش واحد الانسان اللي هو همجي مشى تبع صوفيا في الغابه وتهجم عليها وباغي يغتصبها، وملي كانت كتغوت وكتطلب المساعده جاو صحابو وفكوها منه، وبقات كتجري في الغابه، وكانوا تابعينها في داك الظلام حتى شدوها وقالوا ليها ما تخافيش منا حنا بغينا نقول لك غير بلا ما تشكي بجوج عند البوليس. واحد شويه هما يتفاجئوا بجوج اللي كان جاي، ضرب صوفي بواحد البنيه حتى طيح في الارض، وملي سمعت كيلي هاد الصداع فاقت ومشات تقلب على صاحبتها، وهما كلهم نزلوا باش يشوفوا صوفي اللي كانت طاحت من الحاشيه، وتيبان لينا بلي تهرسات من ديك الطيحه، وطلبت منهم باش يعاونوها ويتصلوا بالاسعاف. ما خلاهمش جوش وقال لهم ما غتصلوا حتى شي واحد حين تقمشاتني في وجهي، وغيشوفوا بلي هادي ماشي حادثه عاديه، وملي غتعاود ليهم داكشي اللي وقع غادي نتشدوا في الحبس. ودار فيهم صاحبهم اللي سميتو ليروند اللي فايت قال لهم بلي هاد خينا غيورطهم في شي مشكل عاوتاني، وهذا الشيء كيعني بلي جوش مولف يدير هكا مع البنات وبلي هو محوشر بزاف، وكانوا باغين يعاونوها، ولكن جوش خدا واحد الحجره وباغي يضرب بها صوفيا باش يقتلها ويتهنى منها، ودوز جوش ديك الحجره على صحابو كاملين باش يضربوا بها صوفي، ومسح الدم ديالها في الدين ديال لينورد باش هكا يليو كلهم مشاركين في القتل ديالها، ومسحوا كاع الاثار ديالهم فوق الجثه ديال صوفيا. وكانت كيلي كتقلب على صاحبتها وحاله الكاميرا في الغابه وكتمشى تما، وقدرت تصورهم ملي كانوا كيلوحوا صوفي من الحافه ديال الجبل باش يتهناو منها نهائيا ما تبقاش تبان. قدرت كيلي تحكم في راسها وطلقاتها بواحد الغوطه، وملي داروا شافوها وشافوا ديك الكاميرا اللي كانت في يدها، وجراو موراها باش يشدوها حتى هي حيت هي الدليل الوحيد على ديك الجريمه اللي داروا. وقدرت صوفي تهرب منهم في ديك الغابه، وملي شافها لونير تما قال لها غير هربي راه ما نقولهاش ليهم. وصلت كيلي لذاك الكوخ وخدت الساك ديالها وتسلقت واحد الجبل حيت هذه اسرع طريقه باش تهرب منهم، وتايلر صاحبهم لحق عليها حيت هو الوحيد اللي كيعرف يتسلق الجبل بلا ما يدي معاه الماتريال، وشحال من مره علاني شدها من رجليها، ولكن في الاخر ضرباتو كيلي برجليها وطاح من واحد العلو اللي كان كبير. وجوج كيغوت عليهم وقال لهم الا ما شديناهاش راه غنمشيو كاملين للحبس وغيدوزو حياتهم كامله تما، وهزو تايلر الكوخ باش يصوبوا ليه رجليه اللي تهرسات، وعطاتو الحريق بزاف وعطاوه الدواء باش يشربو. اما جوج ما داهاش فيه مشى يتبع كيلي وقالوا له حنايا غنجيو دابا غير تسنانا غناخذوا الكاميرا من هذيك ونقتلوها ونجيو لعندك، وخداو الماتيريال ديالهم وطلعوا باش يتبعوا كيلي. وقال لهم بلاتي تسناوني نجيب الليقات ديالي من الكوخ، وملي تعطل عليهم مشى زاكول تما باش يشوفوا علاش تعطل، تلاقى معاه خارج من الكوخ ولكن هو ماشي هو هذاك، وقال ليه جوش علاش جيتي لهنا يلا نمشي نتبعوا ديك خيتي نشدوها، وما خلاهش يدخل الكوخ. وطلعوا بثلاثه بهم في داك الجبل واتفقوا باش يختاروا واحد الطريق اللي هي مختصره شويه باش ملي توصل كيلي لفوق الجبل يكونوا هما سبقوها. وعيات شويه وخدات القرعه باش تشرب، طاحت ديك القرعه على جوش اللي قال ليها بلي القرعه ديالها ديال الماء والتليفون ديالها ها هو معاهم، ولكن هو غيبقى موراها حتى يقتلها. ولكن كيلي كملت طلع وما داتهاش في الهضره ديالو، وصحاب جوش شافوا بلي هذا الشيء اللي كيدير ماشي طبيعي، وكيلي بقات فيهم كاملين. وفعلا جوش وصحابه وصلوا الراس ديال الجبل قبل منها، وكانت كيلي تحت منهم ونزلوا ليها واحد الحبل وقالوا ليها حط لنا الكاميرا تما باش نخليوك تمشي في حالك، ولكن جوش كان غير كيضحك عليها حيت هو بغى يقتلها باش ما تفتحوش. وشدات كيلي داك الحبل وصيفطات لهم واحد الورقه اللي مكتوب فيها اللي في جهدكم ديروه،
وما بغاتش تعطيهم الكاميرا اللي فيها الدليل ديال القتل ديال صاحبتها، وبقاو جالسين تما. وصحابو شافوا باللي هو احمق وكيدير داكشي اللي فراسو، وحتى هما مأثر عليهم بحال الا باقيين دراري صغار. وكيلي لقات واحد الصاك تما خلاه تما شي متسلق قبل منها، والخيمه تلقاتها باش نعس فيها، ولكن الليل كله ما خلاهاش جوج تنعس. وملي داها النعاس شد واحد الصاك اللي كان ثقيل وضرب به هذيك الخيمه اللي نعس فيها. وكيلي جا فيها داك الصاك وعلين طيح، وشدات في داك الصاك باش ما طيحش، ولكن جوج قال لهم قطعوا داك الحبل. ولكن كيلي شدات في واحد الحجره صغيره وجلست فوق منها. من بعد طلعت عاوتاني لبلاصتها ونعسات. نعسات شويه وهي تفيق لقات زاك اللي كان مربوط بواحد الحبل وصل لعندها وهز معاه موس وهددها باش تعطيه ديك الكاميرا، وقالت ليه بلي الكاميرا في داك الصاك باش يقلب عليها، وهزات معاه حتى هي الموس وضرباتو به وطاحوا بجوج بهم من تما. وشدات كيلي في الرجل ديال زاك اللي قال صحابو باش يطلعوه دغيا، ضربات زاك بالموس شحال مره في رجليه وفي الدات ديالو، وهكا جروا زاك بوحدو وقال لهم بلي الدم كيضيع منه خصو ينزل من هنا، وباش يعتقوا تاتيلور حتى هو. وقال لهم بلي الحل اللي عندهم هما يهربوا لطاليان، حيت هكا ما يقدروش يوصلوا لا لكيلي ولا لديك الكاميرا. واقتنع جوج بالهضره ديالهم وقال لهم بلي غيهضر مع خطيبته ايمي باش تجي تعاونهم، ويقول لها بلي هادشي اللي وقع كان حادثه. وملي نعس جوش طلب زاك من لينورد فضو من داك الجبل واعترف ليه بلي هو عنده الحق، بلي جوش فعلا حمق ومسيطر عليهم، وقال ليه بلي شك فيه حيت ملي مشى يجيب اللي قات قتل تيلر باش ما يشكيش بيهم عند البوليس الا تعطلوا عليه. وزاك قال ليه بلي ايمي راه خلاته هذه 6 شهور وهي مفارقه معاه، ومستحيل باش تجي لعندهم لهنا، ودابا خصهم يهربوا من جوش حيت تقدر يدير اي حاجه باش يوصل داكشي اللي بغا. ومشى ليروند باش ياخذ المكانه ديال جوج اللي كان فيها التليفون، ولكن جوج فاق وبغى يرميه فوق الجبل باش يعاقبو حيت هو كان كيسمعهم اللي كانوا كيهضروا عليه. وجوج بقى كيغوت على كيلي وقال لي غندمك على هادشي اللي درتي ليا انا وصحابي، وقال ليها والله ما تبقى فيك غتخلصي كاع هادشي اللي درتي فينا. وفي النص ديال الليل ناد زاك اللي كان مجروح باش يمشي للطواليت، وملي شافو جوج ضربوا على راسو ولاحوا فوق الجبل باش يتهنى منه. ملي فاق ليروند سول على زاك قال ليها جوش راه هود عند تيلر. من بعد تيقو ريروند وعطاه المطرقه باش يقتل بها كيلي ويجيب الكاميرا. وملي هبط عند كيلي قال ليها راه انا ما جيتش ناديك، وقال ليها جبت لك غير الماكله وعطاه ليها، وكان كيهضر معاها بشويه وقال لها عطيني ديك الكاميرا نعطيها لذاك جوش، وقال ليها بلي هما غيمشيو فحالهم دابا حيت زاك هبط باش يجيب المساعده. ولكن كيلي قالت ليها راه حتى واحد ما هبط، وبلي شافت واحد الجوته لاحت من الفوق في الليل، وقالت ليها رد بالك من داك جوج راه غيقتلكم كاملين كيما قتل زاك، وحتى هي غيقتلها واخا خدا الكاميرا. في الاول هو ما تيقهاش، ولكن هي قالت ليه بلي صاحبه ضرباته شحال من مره بالموت في رجليه وما يقدرش يهبط في ديك المسافه كامله، وقال ليه من الاحسن نعطيه الكاميرا باش يخلينا في حالنا. وملي عطاتو الكاميرا قال ليها غوتي باش يتسحب ليه واش قتلتك. من بعد ملي جرو جوج بداك الحبل عطاه الكاميرا ولكن ما لقاش فيها الكارت ميموار. في هذه اللحظه رينولد اتصل بتايلر داك صاحبو اللي خلاو في الكوخ باش يطمئن عليه، ولقى التليفون ديالو كيصوني في الجيب ديال جوش، وهنا تاكد بلي هو اللي قتلو. والهضره اللي قال زاك وكيلي على جوش راه هي حقيقيه، وهجم عليه ولكن جوش هرس ليه يديه. من بعد ربطو وخوا عليه ليسانس وشعل فيه العافيه ورماه في الجهه اللي فيها كيلي، وقدر جوش يوصل للسلسله ديال كيلي وعرفها بلي ما ماتتش، وقال ليها بلي هو غيبقى هنايا لاصق حتى يقتلها. ومشات كيلي باش تجبد الموس ديالها اللي كان بعيد عليها شويه، وكان تما واحد الحنش كبير، ولكن تحركات بشويه عليها حتى تلخدات الموس ديالها حيت عارفه بلي جوش غينزل عندها باش ياخذ الكارت ميموار ويقتلها. وفعلا نزل عندها جوش باش يضرب معاها، وقالت ليه كيلي واخا يقتلها راه ما قدرش يلقى لها كارت ميموار حيت هي خبعات في واحد البلاصه هنايا باش شي نهار الا لقاه شي واحد يتفضح كلشي وغيتعاقبوا على داكشي اللي دارو. وشدها من رجليها وجرها باش تبقى معلقه، وقال ليها بلي غيرجع ليها الخاتم ديالها ويخليها تعيش، ولكن تعطيه الكارت ميموار تقول ليه فين خبعاتها. وقالت ليه بلي كارت ميموار راهي في ديك الحفره اللي كاينه حدا ديك الحجره، وملي حطيتو تما كاينه قرصو داك الحنش. تعصب بزاف وملي رجع لعندها بقى كيضرب فيها، ولكن هي خرجت داك الموس اللي عندها وخشاتو في كرشو وقطعت داك الحبل اللي كان رابطو، وطاح جوش على داك الحجر وبقى لاصق فيهم. من بعد دفعاتو وطاح فوق الجبل، وقالت ليه هذا هو الجزاء ديالك. وملي طلع النهار من بعد كملات كيلي تسلق ديال الجبل باش توصل للراس ديالو، وبقات جالسه تما كاينه كتسنى المساعده حتى تجيها باش يعتقوها. وهكا تسالشين ديالنا. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد.